الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة شربتكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. اليوم من خلال هذه الحلقة حنشوفوا حرفة جديدة ليبية من ايادي ليبية. حاب نشكر في البداية راعي برنامجنا شركة لميس لمواد التنظيف. اليوم حيكون معي الشاب احمد الشريف باش نعرف اليوم الحرفة اللي هو الان يمتلكها ومن امتى تعلمها وكيف ماشي حياته فيها. من خلال حلقة اليوم خلوك في المتابعة. احمد نرحب بك في برنامج الشغل مش عيب، واليوم جيناك وطبعا البرنامج هذا مسلط الضوء على الحرف الليبيه. تمام، نبوه في البدايه كيف خشيت للمجال هذا وكيف تعلمته فتره زمنيه وكم لك فيه الجامعه؟ اول حاجه السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبه للمهن هذه تعلمت انا مش يعني جت في البدايه هوايه وانا صغير، فرغبتها كحاجه الكترونيه وكاينه حاجه خفيفه مش كيف البنات اللي توا هذين اللي في السوق توا شاشات وكذا. يعني كان زماننا كله كان جد في تلفزيون اللي ولا فيديو جي بي سي اللي طبق يقولوا عليه في الليبيا. ايوه هذين طبعا قدم، وكان حتى شريط التحن صغير، فكان الوالد يجي فينا هذين طبعا من برا يوصل علينا من برا يجي فينا. انا استمرار كنت ديما اقرر فيه ما نصلحش بصدق، يعني كنت مره نحط في عود مره نحط في قلم مره في بنينه نبني نخش يعني في الحاجه اللي جوا. فمنها بدات هوايه بعدها واحده تمر نطور شويه رغبت المهنه هذه قريت فيها من هوايه على القراءه تميت نقرا امام وطبعا كملت معهد وهكذا طبعا مشيت في الدنيا. احمد يعني كان بنعرفه تو نحن كم لك سنه؟ أنا تو بالضبط يعني نقولوا واحد مشكلش روحه، لكن 2020 هذه كملت مقارب 24 سنة في المهنة. ما شاء الله. إنك أنت بديت الشغلة هذه يعني في عمر صغير. وأنا طبعا صغير يعني درت حاجات وأنا صغير عندي حتى في الحوش يعني حتى يعني ذكريات ما كانش يعني حتى واحد متوقع أني ديما في السن يعني وأنا عمري 7 سنين تقريبا ولا 8 سنين. أحمد أنا حكولي عليك إنك أنت كيف نقولوا بالليبي فلتة في الأجهزة الكمبيوتر، لأنك أنت قريتها وحتى بعد الفترة هذه اللي صار فيه تطور كبير والإنترنت وجو المشفر ومش مشفر مزبوط، فقعدت تقدر تخش على أقمار مشفرة تفتح أنت. طبعاً من ضمن هذه طبعاً قصتك هذه جت فترة في قمر ينقال قمر إسبا ساتا طبعاً معروف في ليبيا كلها اللي هو طبعاً 30 درجة غرباً. القمر هذا طبعاً أسباني ونحن طبعاً بيننا وبين أسباني طبعاً استقبال صعب شوية، فكانت الإشارة متاعها ضعيفة هذه توصل 25-30%، والناس طبعاً تأخذ دريزة ما تقدرش. طبعاً عندي حتى في النقال بتاعي طبعاً صورت إن كيف درت راس صنعته بروحي تمام، خذيت الروس اللي هنا في السوق لكن صنعت لنا موديفكات وصرت الإشارة من 30% لعند 75%. ما شاء الله، يعني هذين كلهم بس أنت مجرد فكرة وطبقتها. ما أنا ماشي على الأسس، أنا ماشي على الأساس بتاعها مزبوط. عارف القواعد هنا شنو؟ كيف نازل الإشارة من فوق بالجيجا هرتز، أنا كيف نستقبلها بالميجا هرتز، كيف نكتب، كيف فرتكا، كيف نسنتر، فأنا أتحكم فيها أنا هذين. فهمت. يعني قدر لنا نتحكم فيها. بقى أحمد تو المهنة هذه الناس عليها إقبال، طبعاً إحنا عارفين إن ما فيش حوش تو في ليبيا من غير التلفزيون يعني. لكن إقبال الناس وعلى التصليح يعني هل هن عيب في الأجهزة اللي تو جاتنا الصينية؟ لأن قعدنا نشوفه في أجهزة تعطل بسرعة واجد. هو طبعا صحيح هو توك قبل مع يعني من نادر الأجهزة تعطل سواء تلفزيونات عادية أو جهاز عادي. هو طورت تمت شاشة وريسيفر مخفي. اختلفت توا على المعادلة وتم هذين الحساسات حتى البضاعة يجيبوا فينا تقريبا على الدرجة الخامسة أو السادسة.
يعني ما حتى الضي بتاعنا نحن معروف مره يبدا مره ينزل فما ما يقدرش ياثر الجهاز طبعا ما يقدرش يعني الضي على طول يا اما ينحرق يطفي من عنده مره واحده او شنو يعطى جزء وجزء لا من هذا الكيس نحن قصينا فيه احمد طبعا نحن حناخذ جوله في المحل بتاعك جوا باش تعطيني فكره عمليه وتوضح ايضا للمشاهد كيف اليه التصليح وشنو هن الاجهزه سواء اللي كان زمان وتوا وبعدين ان شاء الله حكون لنا جوله ثانيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تفضل عندي انا هذا هو اللي واصل هنا مقطوع حاولت ندير الباب بس كنت مرات ندير شورت ولا حاجه لا فكيك بس لا منشور البعض نجي لي اشاره تمام هو المقطوع اللي حقيقه ما يتغير مقطوع ركبت يتغير الله يفتح عليك ما تتعبش بطقتك هاي لا يسرق يعني حتى كل حاجه صغرت يعني حتى خرائط تم كيف هذين بشكل افضل وفي اصغر منها بس يا احمد سامحني قبل حتى هي يعني كيف ما هي تو تطور في المهنه بس برضه حتى هي صعب فيها عليك زي ما كان كل باور لما يخرب الجهاز من جوا كل شيء كل وظيفه بروحها لكن تو لما تخرب حاجه في الاجهزه هذين حسب علمي وانت يا ريت تصلح لي كان انا غلط لما يخرب يعطل الجهاز كله هنا بتقدر القصه مزبوط صح تو نحن بنسهل عليك الموضوع الرسيفر زمان اللي يسموه فيه الانالوج هو اول ما طلع ما كان في طبعا ما كانش في ديجيتال كان مقسوم خريطتين خريطه اللي هي يسموها خريطه الام وخريطه الباور هذين اثنين برواحه والشاشه اللي هي تستقبل منها طبعا الريموت كان عاده ما يعطي فيه على الباور ويصينوا فيه مكثفات خفيفه بعد تطور جاء ديجيتال قعد نفس النمط الانالوج الكلام هذا من التسعينات راه قعد نفس النمط اثنين طوروا شنو خشوا علينا تو بالمخفي هذا ما عندكش هذا لما يعطل يوقف الخريطه كلها حتى لو طرف صغير يشل الخريطه كلها يوقفها خلاص تعطل الحاجه تعطل نحن طبعا شنو باش تطلع العطل نتاعك انت هذا مرات طلع في نص ساعه مرات في ربع ساعه مرات في 10 دقائق مرات يجد العطل متداول جاي عليك كم مره اتحدد انت المكان بتاعك وين لكن مرات يجيك عطل ما تعرفش مرات يجد حتى يوم كامل تحدد فيه بالمقياس احمد اليوم انا حاب اتعلمني ونحن الحمد لله شفنا زبون جاي انت تطلع له حنطلع معاك اليوم انا عامل معاك تعلمني الصلعه لو تبي تنصح الشباب اللي بيشتغلوا مهنتك وحرفتك كم تستغرق المده انك باش تتعلم تقعد فني صيانه وفني تركيب هو كان عنده هوايه اول حاجه تمام ورايدها ما مش حتطول معاه يعني ممكن يعني حتى يعني في ناس تعلموها في خلال 4 شهور يعني حاجات الاساسيه ياخذهن ويباشر في العمل ويقعد حتى لا هو حاجه لا هو كويسه يعني لان هذه التكنولوجيا وكل ما لكن ما تتطور معه الله يبارك الله يسلمك نمشي تو مع احمد وحتشوفوني ان شاء الله فني ستلايت ان شاء الله يا ربي ننهي وناخذ المهنه من احمد ونقعد حتى نصلح في الديجيتال بتاعنا بروحي في الحوش طبعا احنا عندنا طلعه تو حنكون فيها انا عامل مع احمد حيكون في تركيب وتعديل واحمد حيورينا غادي حتى يشرح لنا ان شاء الله عملي وعلى اسعار غادي باش نوضحوا الناس كم الاسعار وكيف طريقه التصليح احمد طبعا احنا اليوم قعدنا في المرحله العمليه
قدامنا توا قصعة نبوا نعدلوها. أنا نبي نعرف توا مثلا أول خطوة أنا نديرها لما نجي للحوش العائلة اللي هنا بنخدم لها، كيف نشيك على القصعة، كيف نبي نعرفها شنو المشكلة اللي فيها والفساس اللي فيها. هو طبعا أول حاجة اللي حصل هم قالوا لك إن شاء الله راحت ما راحتش كذا، كسر الصورة. هما كيف اليوم اللي شارع عندهم رايح يقولوا لهم بسيارة رايحة كيف توا نشوف لاورا هنا ممكن هيك رحت وكي أنا لاورا تمام أشوف القاعدة طبعا مش قديم تمام هم تبي برويلة كويس بس فتحت ونحن طبعا نشوفه أنا لورا هنا الحديد بتاع كويس زاد كويسة تمام أول حاجة نشوف الاهتزاز والثبات بتاع هذينا طبعا هذينا أول حاجة وهذين عندك هذه الاستكات هذينا يسموه فين استكات شوفون ما فيش أي كسر بعدها نجوا المرحلة الأخرى اللي هو الرأس جوا الرأس طبعا تمام فكوا هذه طبعا يسموه فيها البلاقة هذا الخيط ده فكة توك فكة من هنا برمى هيك توك أيوة زيت عاد تفرق تمام نجوا بحثوا هنا طبعا نحن نشوفوا تقام صدي كان ما بزش ما عطاكش ضي معناه هذا معنا يعطف الخيط بروحه ايوه لكن هنا لازم يكون في ضي طبعا 13 18 فوت الضي بتاعه لو هنا كله سليم توا كل حاجه عندنا سليمه ناخذ توا شنو نحن ناخذ عندنا جهاز بتاع التعديل هذا الاصفر توا الجهاز هذا متوفر في ليبيا ولا من برا؟ هو طبعا ما كانش فيه زمان زمان هذا جيبه جيبه من برا باش تعرف فيه ايوه باش تعرف فيه تعديل الاقمار الاشاره بتاعك ولا نيا خير من جو تاع زمان تجيبه طبعا نحن نشيله تشمر في التلفزيونات نشيله التلفزيون على كتوفنا وكذا نطلع بيه كل شيء عاد تطور ايوه توا نركبه نحن هذا توا مكان كانه توا هو هذا اللقط اصلا الصوره اللقط لو انت كانك انت قاعد لقطه قاعد لقطه نضغط على الباور باستمرار هيك ايوه يولع هيك توا الجهاز تو هكي نولا عندي آه انا بيك توريني باش نقدر نعرف تمام تو بيك انا تو طبعا هذينا في من واجد انواع انواع لكن هذا هو افضل نوع اللي هو نوع سات 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 هيرو هذا افضل نوع تو نحن شن عندنا هنا عندنا سبحان سوى. الله ليبيا الحدث ليبيا الحدث دعاية القناة هذه اول قناة طلعت نحن طبعا عندنا البطن الاف واحد هنا عندنا شنو باز يسموه فيه باز هو طب الصوت هكي راحة إشارة هكي ما لم في إشارة معدومة هذه ما أنت تبي تخدم ما تبيش تبحث يأتي شمس ساعة 12 ساعة 1 ما تبيش تبحث أنت تحط على الباز ترى ما تحركتش كلمة تدق أكثر كلمة منها الإشارة أقوى أيوة باه تمام نحن تو هذه إشارة قوية تمام الناس اللي تو كلمونها عندهم مشكله في الامبسي ليش الامبسي مش طالع مدام مشاره الامبسي طبعا هي من القمر الصناعي بروحها بعد ما حولوها النيسات تمت في جنب النيسات النيسات طبعا 7.1 درجه هي تمت 8.1 درجه تمام ففرقت في هذه فلازم نحن شنو نتو في المرحله هذه نعدل تو الدش نعدل تو بين الامبسي وبين النيسات مش تطلع عندنا بالطريقه هذه نحن تو قاعدين على النيسات بالضبط تو اللي هو طبعا التردد بتاع هذا هو مكتوب وكل حاجه مكتوبه في الكويس بتاعه مكتوب لو شنو نديروا نحن هنا نحطوا عليه قنوات لان الام بي سي تمام هذه عندك هذه الام بي سي انا ميت انا ما ادري قاعد في القاعد هو في الناش وميت مازال تو تو بنديروا العمليه تو نديروا العمليه تو تو نحن طبعا ما صبوش قدام الدش تمام جو طبعا في جنبه هكي تبدا تحرك ايوه عاد تنوع يا احمد تنوى طبعا شنو تنزل في لوطك ايوه لوطه يمين شويه راحت رتبي شويه دوبك تحرك هو سيبه هو هذا معناه شنو بدليل انه شنو الامبسي ما طلعش عنده من قبل ايوه لو طالعه من قبل تلقى شنو تبدا اقل حاجه اقل حاجه في اشاره فتو انت بتضطر تبي تفك تو نحن بنتاكدوا منه من هنا تو هيك حتى من الاستكات بتاعتها كانت تكون سليمات هناك طبعا بعد ما هذا كله ديروه تاكدوا يمين يسار ما فيش وفوق لوطه فوق لوطه ما فيش انا نفس المكان تاع الميسات نجوم بحثوا هنا عندنا دي بي هنا 0.7 وصل 3 هذه لازم تقعد 0 تقعد 1 2 3 وهذه تقعد 12 لو هذا ما تطبقش هنا ما عندنا مشكله في الراس هو طبعا ضارب في الراس ضارب لكن يخدم يقعد في ضعف في الاشاره بس تمام الحاجه القويه ما يجيبهاش يجيب الحاجه ايوه حاجه قريبه خلاص لو نحن هنا ما صارش كذا ما ضل كله ما طلعتش عندنا
بالنسبة لنا احنا بوا في الدبي معنا عندنا راس هو اللي يقدر في مشكلة تغيير. طبعا هذا صيانة ما يصيانش لأن حقه طبعا رخيص هو رخيص ايوا 15 دينار فنغيره فيه على طول. تو يا احمد مثلا تو جاية كيف جايتنا تو هذه تمام مثلا بنجو نبغوا نركبه تمام تركيب تمام الناس ما عندهاش تلفزيون وربي سهل لهم وخذوا شاشة وجوا للمرحلة الثانية هي ديجيتال والقصعة تمام. لما تجي تشتري الحاجات هو هذينا أسعار شنو في السوق؟ والله عندك الأسعار بالنسبة نحكي لنا مش بتاع الحاجات النبو لا 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 لا, لا حاجات عادية الناس بتاع الحاجة العادية هو الناس بيتفرجوا عليها عندك بالنسبة للدشات هو طبعا كيف الخاضر هذا هذا طبعا 90 سنتي هو في السوق وصل عند 50-45 على حسب طبعا زاد في السوق بالأزمة اللي احنا طبعا قاعدين فيها تو هذا على الزايد وشوي عندك الرسيفر انواع يبدا من 35 لعند 50 هذين اللي كويسه بالنسبه للعائليه طبعا هذا تاع اللي يفتح المشفره كذا ونيرا كي بروح هذا كي اغلى شويه بيقول التركيب سعر التركيب طبعا التركيب كل واحد وعلى حسب التركيب بتاعه لو جاك زبون قال لك انا عندنا بنركب دش 100 سيت بس هذه حقه 30 دينار التركيب يقعد منك انت الخوابير تمام ومنك انت الناس طبعا تكمل انت عليه الغالب لازم تمام وتمد الريموت كده هو قاعد توقف الحوش. احمد طبعا رساله اخيره طبعا احنا برنامجنا في كل حلقه في رساله هادفه وساميه نحاول نوصل فيها الناس ان الشغل مش عيب ضروري تخدم الشباب اللي بين يعني لاحظنا ان الفتره الماضيه بدوا يقتحموا سوق العمل قاعدين نشوفوا في جميع المهن فيه الليبيين وخاشين خلينا نحكوا بدغري داعك قاعدين يخدموا شوف نقول لهم رساله اللي مازال ما خدموش وما فكروش انهم يشتغلوا والله خليهم يخدموا اي مهنه اي مهنه يحبوها اي مهنه سواء مهنه هذه سواء حداد نجار اي حاجه ماهيش عيب المهنه ماهيش عيب انا واحد من الناس قاعد نخدم بهويلي وكذا ماهيش عيب تطور نفسك تلقى نفسك تحب الناس والناس حتى تحبك تطلبك حتى على مهنتك انت كانك يا انت قديم فيها يا اما جديد لكن لما تتقنها حتطلبك عليها الناس فانا نحب انا اني نوجههم ان شاء الله يا رب يعني يكونوا يعني على قد المسؤوليه بتاعهم. طلع احمد مشكور بارك الله فيك بارك اليوم الله فيك. على استقبالك لنا مشاهدينا الكرام كيف ما قلنا الشغل مش عيب ونفتخر بالشباب الليبيين اللي ما شاء الله يعني كيف احمد 24 سنه يعني شنو بنزيد انا مش نحكي عليه 24 سنه قاعد يكافح ويشتغل ما شاء الله رب أسرة وربي إن شاء الله ربي يرزقه ويفتح عليك أحمد في كل وقت ما ننساش نشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا شركة لميس للمواد التنظيف تقبل تحياتي نعوض برغثي والمصورين ندى الحرابي وأحمد لبي. الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1 غطاء واحد من غير أي إضافات حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم